هذه حادثة ديال واحد كاميو ديال البوطاغاز دخل في هذيك البلاصة، وهذوك الناس تشردوا ما عرفتش فين مشاو. فهمتيني، وحنايا ساكنين مع ناس سنين، الناس كنعرفوهم ساكنين معنا سنوات، فين المصير ديالهم؟ المصير ديالهم بغينا نعرفو. حتى شي واحد ما بقاش، ومورا الدار كتلعب بهاد الناس هاد، وحنا الجيران كاملين كنشهدوا بان هاد الناس راه من صغرنا وحنا كنشوفوهم. انا دابا عندي 61 سنة كنشوفهم يوميا، دابا ما بقيناش كنشوفوهم فين مشاو، اين المصير ديالهم. الحادثه واحد الكاميو جاي هابط فقد الفراميل ديالو، ديك فرمالات فقدات، دخل تما في هذيك الحيط. وهذيك ديما واحد الركن ديما كيجيب الحوادث، كيجيب الحوادث، فهمتي، ديما شحال من حادثه سنوات هاد. وحنا دابا كنشوفوا المصير ديال هاد الناس فينا، حنا كجيران كنتعاطفوا معاهم، كنبغيو لهم شي حل، وحل يكون حل كيسول الوضعيه ديالهم، واش غيمشيو شي مشى كراش شي مشى هادي وما فحالهمش. وهاد السيدة هادي قالت لهم هذيك الدار ديالي انا حتى واحد ما نسكنو فيها، انا ما عندي معها حتى شي عداوة، ولكن كجار راني كندلي بداكشي، والله شاهد على ما اقول. وقعت واحد الفاجعة، واحد الكاميو ديال البوطة، شوفوا فاش تسبب. جا وقف هنا، حط البوطة الاولى، حط البوطة الثانية، ويتم الكاميو غادي هابط، تم كاميو غادي هابط، دار لي شي فور، حاول يدور الرويد من هنا، قربوا على اليسر، هو يدخل في هذيك الدار، كيدخل فيها أكثر من ثلاثة المرات، واحد ديال الحليب، واحد ديال البوطة، وواحد كاميو آخر. شوفوا هادي، وعندنا حنا الدراري بزاف هنا كيلعبوا، وتا واحد ما عارف الحادث من غيري أنا، أنا بوحدي اللي كنت مع 9:15 ديال الصباح. وشفت شنو وقع، وما بغيتش ندوي معاهم. شفت ناس كيبدي شي كيقول ادخل فيه دار افعل، ما شاء الله مع هاد الناس. انا دارنا هي قريبه، هي هي الدار القهويه. خافوا تخلعوا، كيصعبوا الزنزال، كيصعبوا كله وكله، واش كيقول. طلينا تبلينا الكاميو لداخل، ايه اوا فين دخل الكاميو. والدار هادي راه ثلاثه المرات وهي كتعيش هاد الماساه، ومالين الدار مساكرن راه بقاو فينا، ما عرفناهمش فينا. ما تشا كتشوف كلمه كنقول المسؤولين يتدخلوا ويشوفوا من حال هاد الناس، هما معذبين. كورونا كتقولوا الناس ثم متخرجوهمش، هما خرجوهم، ما شاء الله اخويا، الله يكون في عوانهم. وهادشي اللي غنقول، الله يحد الباس، الله يحد علينا الباس. ماكو كانت واحد المرا كتسكن حدانا كتبرك تم، مكرا الله يرحمها حتى هي، وكنتمنى يديروا شي حل لهاد الزونة هادي كاملة باش يتحيد هادشي ونعيشوا في سلم وسلام.